زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، جائزه المبدع الصغير في نسختها الرابعه شهدت اكثر من ظاهره ايجابيه من حيث عدد المتقدمين، تنوع المحافظات كمان اللي قدم منها الموهوبين للفوز بهذه الجائزه بجوائز المسابقه. خلينا نعرف تفاصيل اكثر عن اهم ما شهدته الجائزه من دكتور هشام عزمي الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، وصباح الخير على حضرتك وكل الساده المستمعين. اهلا بحضرتك. احنا النهارده الحقيقه عندنا يعني مبدعين صغيرين معانا، عمر وشادي، واكيد كان في عدد كمان اكبر متقدمين السنه دي للجائزه. خلينا نعرف من حضرتك بعض التفاصيل، يعني عدد المتقدمين كان قد ايه؟ ايه المحافظات اللي كان ليها نسبه التقديم الاكبر؟ طيب، هو الحقيقه احنا اول امس الدكتوره نجيم الكيلاني وزيره الثقافه اعتمدت اسماء الفائزين بالجائزه، ودي في الدوره الرابعه لجائزه الدوله المبدع الصغير. زي ما حضراتكم عارفين، ودي جائزه بتقام تحت رعايه كريمه للسيده حرم السيد رئيس الجمهوريه. الحقيقه انه السنه دي شهد مجموعه من الارقام كانت لها دلالات واضحه وايجابيه جدا عندنا. هذه الدورة شهدت أكبر عدد من المتقدمين للجائزة منذ تأسيسها منذ 4 سنوات. فإحنا عندنا إجمالي 10,555 متقدم من كافة أقاليم ومحافظات مصر. العدد ده منه 10,455 متقدم ومتقدمة من مصر، وفي 100، ودي برضو شيء جديد، من خارج جمهورية مصر العربية. طبعا لأطفالنا اللي بيعيشوا في الخارج، لأول مرة في متقدمين بيتقدموا من خارج مصر. جالنا من السعودية، كان منها أكبر إقبال، جالنا من الإمارات، جالنا من بعض الدول الأوروبية. مصريين مقيمين في الدول دي؟ طبعا، لأن هي الجائزة أصلا حضرتك تبع للقانون، اللي بيتقدم لها مصري الجنسية. تمام. فدول أبنائنا من المقيمين في الخارج مع أبائهم، فبلغ عددهم دول 100، فالإجمالي كان 10,555، وده عدد كبير زي ما قلت لحضرتك، ده أكبر عدد يتقدم منذ التأسيس. من حيث بقى المشاركات المحافظات المختلفة للسنة الثانية على التوالي، أسيوط بتأتي في المرتبة الأولى بحوالي 3,600 متقدم ومتقدمة. طبعا ده مؤشر جيد جدا ان اسيوط للعام الثاني بتحتل الصداره في نسبه المتقدمين، اخذا بالاعتبار انه يعني هناك محافظات دائما كان هناك يعني اعتقادات سائده انها بعيده عن الفنون، بعيده عن الاداب، بعيده عن الثقافه بصفه عامه. عندما تاتي اسيوط لتتصدر المشهد للمره الثانيه، ده بالنسبه لنا الحقيقه مؤشر ايجابي جدا ان كل الحراك المجتمعي الذي يحدث، سواء في دعم المحافظات الاكثر احتياجا من خلال حياه كريمه، سواء من حيث وجود دي احاضنه من خلال الاسر المختلفه، لان حضرتك احنا طبعا هو طفل بيتقدم، لكن لابد ان احنا نتوقع انه الذين فازوا وابدعوا، هؤلاء المبدعين الصغار وجدوا بيئه حاضنه ومحفزه لهم من خلال الاسر، وجدوا بيئه محفزه ايضا من خلال الاقليم والمحافظه، من خلال قصور الثقافه، من خلال المراكز الثقافيه المختلفه. فالحقيقه احنا الرقم له دلالات متعدده، ليس مجرد انه اتى الينا من اسيوط رقم كذا. المحافظه رقم 2 ايضا كانت محافظه من خارج نطاق القاهره الكبرى، كانت الوادي الجديد. حوالي 770 مشاركه، وهذا ايضا مؤشر جيد انه المحافظات الجديده. لا طبعا، ده رقم كبير برضو، اخذا بالاعتبار انه بالمحافظات الحدوديه ايضا بتلقى اهتمام، وهناك يعني مشاركات كثيره منها. وده الحقيقه برضو بيكرس مبدا وهدف مهم جدا من اهداف وزاره الثقافه، هو تحقيق العداله الثقافيه لكل ابناء مصر في كافه المحافظات. الحقيقه الرقم الثالث والاخير انا يعني احب ان انا اتوقف عنده مع حضراتكم، وهو مشاركات من محافظه شمال سيناء. شمال سيناء كانت المشاركات حوالي 340 مشاركه، وكان هناك فائزه من محافظه شمال سيناء في مجال القصه، وده ايضا مؤشر ايجابي ومهم جدا بالنسبه لمحافظه مثل شمال سيناء مرت بظروف كلنا نعلمها. هذا لم يمنع ايضا ان تتوافر البيئه الحاضنه خلال السنوات الاخيره
من خلق هذه البيئة المحفزة التي منحت هؤلاء الصغار الفرصة بأن يبدعوا وأن يتقدموا بل ويفوزوا أيضا. طيب دكتور، يعني احنا بنتكلم على هذا العدد الكبير اللي تقدم للمسابقة من الأطفال أو من مبدعينا الصغار، إيه أكتر فرع من فروع المسابقة اللي كان فيه أكبر عدد من المتقدمين؟ وأيضا يعني على أي أساس بيتم اختيار الفائزين؟ طيب بالنسبة للمجال الأكثر يلقى الإقبال الأكثر هو مجال الرسم، ده عادة حقيقة بيتكرر في دورات سابقة، لكن اللافت هذا العام يعني هو مجال الرسم بيحتل المرتبة الأولى. حضراتكم عارفين احنا عندنا ثلاث مجالات أساسية بداية، عندنا آداب وفنون وابتكارات واختراعات علمية، وتحت كل منها بتأتي فروع، يعني عندنا القصة والمسرح والشعر، وعندنا الرسم والغناء والعزف، ثم مجال التطبيقات العلمية. الحقيقة مجال التطبيقات والابتكارات العلمية وده أيضا رقم مهم جدا، شهد أكثر من 900 متقدم هذا العام، وده أيضا بيعطي دلالة على أن هناك اهتمام من الأطفال بمجالات التقنية، مجالات التكنولوجيا والمعلومات الجديدة. تمام، وكل الفروع زي ما حضرتك قلت حتى وصلنا في النهاية إلى ما يزيد عن 10,000 متقدم لهذه المسابقة. طيب إحنا عندنا 3 سنين فاتوا وفيهم نجوم بارزة وفيهم ناس تم تكريمهم وحصدوا هذه الجائزة، إزاي الوزارة بترعاهم عشان رعايتهم دي هي اللي هتشجع ناس تانية إن هي تشترك في هذه المسابقة، وبدل ما يبقى 10,000 السنة الجاية يكونوا 20,000 و30,000 كمان؟ ده سؤال مهم، والحقيقة إنه من أهم مميزات جائزة الدولة للمبدع الصغير منذ تأسيسها أنها لا تكتفي فقط بإعطاء قيمة أو جائزة مالية وشهادة تقدير للفائز، بل أن هناك رعاية لاحقة من قبل هيئات وقطاعات الوزارة المختلفة بل وبعض الوزارات الأخرى للفائزين. إحنا بالنسبة لوزارة الثقافة في المجالات المرتبطة بمجالات الفنون والآداب زي الرسم والشعر والموسيقى والغناء، دار الأوبرا بترعى الموسيقى والغناء والعزف، المجلس الأعلى للثقافة من خلال المركز القومي لثقافة الطفل بدأ في تدشين سلسلة خاصة بالفائزين في جائزة الدولة المبدع الصغير في مجالات القصة والمسرح والرسم. يعني باختصار إحنا بنعمل كتاب عبارة عن فائز بالقصة أو المسرحية، ومعاه كمان الفائز في مجال الرسم هو اللي بيعمل الرسوم التوضيحية للقصة أو المسرحية الفائزة. الولاد اشتركوا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، عملنا لهم حفلات توقيع. اللي بيفوزوا في مجال الرسم بترعاهم قطاعات الفنون التشكيلية التابعة للوزارة. بالنسبة لأبنائنا الفائزين في مجالات الابتكارات وتكنولوجيا المعلومات، احنا عندنا شراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعندنا مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحيث تكون هناك فعلا رعاية لاحقة، لأنه هو الهدف الحقيقة هو اكتشاف هذه المواهب ثم العمل بعد ذلك طبعا على تنمية وتطوير هذه المواهب من خلال الجهات المتخصصة اللي أنا ذكرتها لحضراتكم. ففي النهاية يعني احنا بإذن الله كمان يعني في تفكير إن شاء الله إن في الدورات القادمة يكون في نوع من التكريم للذين وصلوا للمراحل النهائية في التصفيات، أو ما يعني اصطلح على تسمية بالقائمة القصيرة. وده هيخليني في عجالة أجاوب حضرتك على السؤال بكيف يتم اختيار الفائزين. احنا عندنا مرحلتين أساسيتين، مرحلة تصفية أولى بيتم من خلال لجان التحكيم والفحص ترشيح 10 أسماء في كل فرع من الفروع، ثم بيتم تصعيدهم للجان تحكيم أخرى في المراحل النهائية، بيتم من خلالها اختيار فائز واحد في كل فرع من الفروع. يعني الحقيقة دكتور هشام، فكرة أنه بيتم رعاية المواهب حتى بعد الفوز بالجائزة، أو حتى فكرة الاهتمام بهذه القائمة القصيرة والمتقدمين أصلا في المسابقة، دي نقطة مهمة جدا، لأنه مش الهدف أنه يبقى في جائزة مالية وقتية أو أنه يكون حتى لو إشادة آنية، لكن لازم فكرة رعاية المواهب، لأنه طول الوقت إحنا بنبقى شايفين أن مصر ولادة وطول الوقت عندنا مواهب، بس لازم دلوقتي كمان يبقى في رعاية لهذه المواهب عشان لما نوصل لوقت يبقى عندنا جيل جيل واثنين وثلاثة وصف أول وثاني وثالث، ما نبقاش بس قاعدين مستنيين بنمسك في موهبة بعينها، لا بالعكس يكون عندنا يعني خلينا نقول كنز من المواهب، وده بالفعل موجود في مصر. فطبعا احنا نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ومجهود كبير الحقيقة من قبل وزارة الثقافة أيضا.